أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن أنزل القرآن بأفصح لسان وأبلغ بيان، والصلاة والسلام على من بلغه أحسن إبلاغ، والذي كان خصما لمن عنه زاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجددا أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات جميعا، مجددا نعود معكم في حلقات متتالية من برنامج الفضيلة الإسلامية، شارحين على قدر المستطاع من الوقت كتاب الفضيلة الإسلامية لسماحة سلطان المؤلفين آية الله العظمى السيد محمد بن مهدي الشيرازي طيب الله ثراهما. هذه الحلقة أيها الإخوة جميعا هي حول مسألة الهدية، الهدايا في الإسلام. ما رأي الإسلام فيها؟ هل ندب الإسلام إليها؟ ما هي آثارها بين المسلمين، بين عامة الناس؟ حقيقة إن الهدية مما ندب إليها الإسلام المحمدي الأصيل، وذلك لما فيها من تقوية لأواصر المجتمع، ومما فيها تقوية للعلاقات بين الأفراد كأفراد، وللعلاقات بين الأفراد والمجتمع، لأنها توثق عرى الحب، هكذا يذكر سماحته بالنص، ولأنها توجد الإلفة والمحبة. ولا تختص الهدية بالفقير، بل تكون من الفقير إلى الفقير، ومن الفقير إلى الغني، ومن الغني إلى الفقير. الهدية لها آثار تترتب عليها. النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين قد أشار إلى ذلك، فقال في حديث صحيح: تهادوا تحابوا فإنها تذهب بالضغائن، أي أن الهدايا تورث المحبة وتذهب بالضغينة لما لها من أثر. وقد تكون الهدية هدية معنوية، هدية مادية، هدية تحمل الطابعين المادي والمعنوي، وهذا صراحة مما خطط له الإسلام المحمدي الأصيل. وهذه من حكم الإسلام أنه وثق لنا وأباح لنا وجعل بعض الأمور مستحبة، بل أوجب بعض الأمور، وهي أنه ليوثق عرى المحبة بين المؤمنين. الهدايا تكون لبث الحب في المجتمع، الهدايا تكون لبث الإلفة في المجتمع. أنت اليوم إذا كان بينك وبين أحد خصومة ما، فإذا أتيت وأخذت بيدك هدية ودخلت إلى داره مع بشاشة في الوجه، مع نية خالصة لنفي الخصومة بين المؤمنين، لوجدت أن الهدية تترك أثرا وتذكارا عنده. حينما ينظر إليها يقول: هذه أتتني من الشخص الفلاني في اليوم الكذائي، بعدما أقام اعتبارا لي، وبعدما تقرب مني، وبعدما جعل الشيطان اللعين خارج سرب المؤمنين والأصدقاء. أمير المؤمنين علي عليه السلام أيها المؤمنون يقول: لئن أهدي لأخي المسلم هدية أحب إلي من أن أتصدق بمثلها. يعني الهدية التي يقدمها الإنسان للإنسان، أو المسلم للمسلم، أو المؤمن للمؤمن، أو لغير المسلم، تترك أثرا. فإن كانت في قول أمير المؤمنين علي عليه السلام من مصادق قوله أنه يحب، وهذا الأمر محبب إليه، أكثر ما تكون الصدقة، يعني أفضل. يفضل أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يقدم الهدية على أن
يتصدق بمثلها أو بثمنها. ثم إن الإسلام يؤكد على قبول الهدية. الإنسان الكريم أيها المؤمنون يقبل الهدية من الآخر، بالعكس بل يبادله شعور المحبة وشعور الإلفة وشعور التوادد، بل يقدم هدية أيضا في المقابل، وكل بحسبه. يعني ليس المطلوب منك إن لم يكن بمقدورك أن تقدم هدية ذات ثمن باهظ مثلا، لا، قدم بما تستطيعه، ولكل شأنيته في الإسلام، لكل شأنيته في المجتمع. فالهدية من الأمور المندوبة في الإسلام، وهذه تترك آثارا إيجابية طيبة لطيفة أيها المؤمنون. لذلك يعني لو كانت الهدية ضئيلة لا تردها، فرد الهدية قد يترك أثرا سلبيا معاكسا للأثر الذي ندب إليه الإسلام المحمدي الأصيل. قال صلى الله عليه وعلى آله: لو أهدي إلي ذراع لقبلت. وقال صلى الله عليه وآله: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا. وهذه من آداب الهدية صراحة أيها الإخوة المؤمنون. نحن في هذه الحلقة نود أن نشير إلى بعض الأمور، أنه تكثر المشاكل في هذا الزمن بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الابن وأهله، بين الجيران، بين الأصدقاء. إذن فلننظر إلى الإسلام المحمدي ماذا قال. قال في الهدية: نعم، الرجل حينما يأتي إلى بيته لزوجته التي تتعب وتشقى وتقدم له راحتها من أجل راحته وسعادته، إن حمل في يده هدية وقربها لها، ولو كانت هدية تحمل رمزية معينة بينه وبينها، مثلا يعني هو بيعرف أنه زوجته بتحب هذا الأمر، يروح يشتري لهذا الأمر زجاجة عطر، وردة، أمر من أثاث المنزل، أمر يخصها، وليدخل عليها، وكذلك فليدخل على أولاده، وكذلك فليدخل على أهله، وكذلك فليدخل على أصدقائه. هناك مسألة عالقة بينه وبين إنسان آخر، فليأخذ بيده هدية وليذهب إلى هذا الإنسان وليبادر بادرة طيبة يكون لله تعالى فيها قربة، ويكون للمجتمع فيها فائدة، ويكون لكل من يعمل بهذه الأعمال هناك هدوء وراحة بال إن شاء الله تعالى. أيها المؤمنون، علينا دائما أن نقتبس من الإسلام ما ندب إليه الإسلام، علينا دائما أن نقتبس من الإسلام ما يجعل المجتمع في حالة تماسك، في حالة تماسك وليس في حالة تشتت وتفكك، لأن هذا الذي يخدم هدفا واحدا هو يهدم المحبة ويهدم الإلفة ويهدم سور الصداقة وسور المحبة وسور الإلفة وسور المدينة الفاضلة التي يعيش فيها المسلمون، ويذهب إلى تفكك هذا المجتمع، ويجعل الشيطان ساخرا لعنه الله منا، لأننا ابتعدنا عن إسلامنا وابتعدنا عن مستحبات إسلامنا، وهذا الأمر لا يختلف عليه عاقلا. قلت قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسألكم الدعاء وأن تهدوني من يسمعني من يشاهدني، تفضلا ليس أمرا، تكرما ليس أمرا، فضل الصلاة على محمد وآل محمد ببركة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.